الراديو 90 90 هواها مصري. لكن انا معايا تليفون من رانيا، ورانيا قالت لي عندها فكره كده هي عاملاها، ونقول لها برده كل سنه طيبه بقى يوم المراه العالمي. يا رانيا منورانا. ميرسي يا فادي، ازيك عامل ايه؟ انا تمام وصباح الفل عليكي، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب ميرسي. معرفش الاحتفال بيبقى يعني اكلات اليوم المراه العالمي الاكل بيبقى ايه صراحه، بحب احتفل بالاكل انا دايما، بس مش عارف يعني ممكن نفكر له في اكله. طب يا رانيا، انت قلت لي كده انه عندك فكره انت عاملاها، فمخليه كل يعني بتشجعي بيهم كل اصحابك او حاجه عملتيها من على الفيسبوك، مش عارف يعني انت قلت لي عندك تفاصيل كده حاجه انت عاملاها، احكي لي. اقول لك، انا عملت جروب اسمه اي ميك ذس. الجروب دوت الهدف منه ان هو بيخلي اي ست عندها اي فكره مشروع صغير بتعمل حاجات من البيت وبتبيعها، عندها سيرفيس بتقدمها. اي حد الجروب اسمه اي ميك ذس، يعني اللي هو انا بعرف انا اصنع ده او بعمل ده. حلو قوي، ماشي. فهي ان هي تحطها على الجروب وتعرضها على الجروب لسوق كبير جدا. الجروب كبر في 3 شهور، وصل ل 150 الف ست. ده ايه ده، مش هينفع يعني ندخل الجروب ده؟ طيب لا، هو جروب ستات بس. كنا هنشتري والله، مش هنعمل حاجة يا جماعة فيه. لا، ما احنا اللي بنشتري. تمام، يعني احنا داخلين عشان نامباور بعض الصراحة. تمام، اللي هو انتوا بتسابورت اي حاجة ليها علاقة بحد بيعمل مثلا حاجة هاند ميد، او اي ست بتصنع حاجة في البيت عندها كل الكلام ده. تقدر ان هي بتحط صور من البرودكت بتاعتها وبس. فالناس كلها اللي على الجروب، بقولك 150 الف ست تانية بيشوفوها وبيعملوا اوردر. لا انا عايز ابعت تحية بقى لل 150 الف ست اللي مشجعين بعض دول، صباح الفل عليهم بقى. هما يستاهلوا الصراحة، يستاهلوا اكيد بجد، تحية ليهم كبيرة قوي. طب انت الجروب ده يعني في دماغك، او انت عاملة بلان مثلا هيوصل لايه، ولا هتفكري في ايه بعد كده؟ بص، هو الهدف من الجروب ده حاجتين. اولا ان هو يوفر سوق للمنتجات اللي الستات دي بتعملها والخدمات اللي هما بيقدموها. فاحنا هنحاول نكبر السوق ده بكل الطرق، سواء اونلاين طول فيسبوك جروب، والسوق حاجات تانية احنا اوريدي ماشيين فيها، بلس اوفلاين ان احنا بنعمل معارض وبازارات بحيث الناس برضو تيجي تشوف شغل الناس دي ويشتروا منهم. يعني احنا هيبقى عندنا ان شاء الله برضو بازار في مارس. يعني انت بتخلي من فكره ان انتوا متجمعين اونلاين، لا ان انتوا كمان بتخلوا الموضوع ده يوصل للناس بقى عادي. طب ثانيه واحده، لو موجودين في ايفنت او في بازار او حاجه زي كده، ستات برضو بس اللي لازم يشتروا، ولا ممكن حد عادي يا جماعه؟ لا طبعا، لما عادي بقى، ماشي بقى. يعني عاملونا كويس بس حبونا اكتر من كده. لا، فيش بقى الراجل يشتري حاجه ويدلع مراته. تمام. لا هو ولا يعني بصي، هو كده هي بتبقى عارفه الفلوس هتتصرف في الشوبينج ايه، يعني هي بتبقى عارفه. ايوه، تيجي من هنا هي بتبقى عارفه هي تروح فين بالظبط. رانيا نورتيني، وتحيه كبيره ليكي، وبجد لكل ست عندها فكره حلوه او بتشجع كمان كل الناس اللي موجوده معاها. ومره تانية تحيه للجروب اللي اسمه اي ميك ذس، صح كده؟ وانا شايف بقى ان الرجاله لازم ترد على الموضوع ده بشكل معين، نعمل بقى جروب نجمع بعض. بص، هو احنا اكشلي عملنا بيج كمان عشان الرجاله تقدر تخش وتشوف المنتجات، ما يبقى يعني سيبونا الجروب احنا مع بعض، بس عملنا البيج هيتعرض عليها برضو المنتجات. نصيحه بقى ليهم بعد اذنك، يعني نصيحه ليهم كده، بلاش الجروب يروح لفكره الماميز بقى، اللي هو الجروبات بتاعت الواتساب دي اللي فيها خوف من كل حاجه وفيها رعب من كل، بلاش بقى الكلام ده. لا احنا ريلاكس، احنا مركزين بس على سبورتينج بعض وانباورينج بعض وخلاص. نورتيني يا رانيا، وتحيه كبيره مره كمان لكل الناس موجوده معاك في الجروب، ويومك حلو يا رب كده، ومبسوط ان انت بتسمعينا. ميرسي قوي، بشكرك جدا، باي باي.